تعهدوا برفع سقف حرية الإعلام في الجزائر دون حدود إلا حدود القانون، الأخلاق والآداب العامة. بهذه الكلمات طمأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في خطاب تنصيبه اليوم الأسرة الإعلامية، خطاب أتى فيه الرئيس على جرح وسائل الإعلام الذي لا يريد أن يندمل، جرح ولادة عرجاء لقطاع سمعي بصري أنصفته القوانين وخانه التطبيق. التخلص من نزيف الإشهار الذي ينخر الممارسة الإعلامية في الجزائر هو ما وعد به الرئيس الجديد عبر توزيع عادل ومنصف على المؤسسات الإعلامية، شرط الالتزام بالاحترافية والمهنية والقوانين الجزائرية في الأداء الإعلامي. تفعيل مهام سلطة ضبط السمعي البصري إجراء لابد على الرئيس التعجيل بالنظر فيه لما له من أثر مباشر على الممارسات الإعلامية في الجزائر، خاصة في قطاع السمعي البصري الذي لا يزال يتخبط في منظومة قوانين محكمة نظريا وغير فعالة عمليا. تجربة إعلامية فتية رافقت الظرف الحساس الذي تعيشه البلاد منذ أكثر من 9 أشهر رغم صعوبة الميدان، أما أنا الأوان لتحصينها من العثرات والهفوات. ورشة إصلاحات كبيرة في الوسط الإعلامي تبناها الرئيس الجديد اليوم لما للسلطة الرابعة من تأثير في صناعة الرأي العام، وعود تنتظر الأسرة الإعلامية تجسيدها على أرض الواقع في أقرب وقت، فيما هي مطالبة بتقويم وتصويب ممارساتها مهنياً وأخلاقياً.